اهلا وسهلا، معاكم اخوكم سامي فرج من قناة سامي اف. بعد واحد من المتابعين سألني عن المالتي باد، كيف تسجل المالتي باد؟ طريقة سهلة جدا. شوف معايا، تروح على المنيو رقم 2، تضغط على خدمة ام باد كرياتر، يعني مالتي باد كرياتر. تطلع لك الصفحة هاي، نوعين، في اوديو يعني تقدر تدخل اوديو بعد جيتار لايف يعني، وتقدر تدخل المدي. حاليا انا على المدي، نفس طريقة الاوديو بتكون. هذا المدي، تفتح عندك الصفحة هاي، شوف لاحظ عندك 4 مالتي باد. اول ما تفتح الصفحة هاي هو على طول جاينك نيو، يعني نيو. اذا كنت مسجل من قبل تضغط على كلمة نيو عشان يمسح اللي قبل وتسجل من اول جديد، بس الحين هو فتح لك على نيو. في عندك، شوفني، شوف هذيلا السطرين هذيلا، في ريبيت وفي عندك كورد ماتش، لازم تضغط عليهم. الريبيت معناته شو؟ بعد ما تسجل انت الكوردات مالك يعطي لوب بعد متى ما توقف، سواء كان 4 بارات ولا 5 بارات. وعندك الكورد ماتش لازم تفعله عشان يمشي معاك كوردات. اذا حاط الكورد ماتش اوف ما راح يمشي معك كورد، راح يكون تسجيلك للمالتي باد ثابت. تفتح اون، يعني الريبيت اون والكورد ماتش اون. الحين تضبط على اي ايقاع عندك، انا بضبط على ايقاع مثلا الستاتي هذا، اسمعه. تروح الحين انت وين؟ في مالتي باد رقم 1. السرعة مو مهمة، على سرعة 100 مو مهمة. تختار الصوت اللي تبغيه، انا اخترت صوت الجيتار مثلا، اي جيتار، هذا الميوت جيتار. خلاص تختار الصوت، تضغط على كلمة ريكورد. لاحظ لما تضغط على كلمة ريكورد في وميض هني في مالتي باد رقم 1، لاحظني، وفي عندك وميض على الستارت والساينك ستارت. على كيفك، تبغى تضغط ستارت وبعدين على راحتك تسجل عشان ما يطلع يعني تأخير او تجديم، او انك انت تضغط مع الايقاع على طول. انا بضغط مع الايقاع على طول، شوف معايا على طول. عملت ستوب، تعمل ستوب، تقدر قبل ما تسيف تشوفه، اسمع. تمام، تسيف، تعمل هني سيف، على طول ينقلك على اليوزر، تحط له اي اسم، تعمل مثلا اسم، بحط له 9، رقم 9 مثلا، اسم 9 هالمالتي باد، اوكي. تطلع على طول، تروح على المالتي باد، شوف في اليوزر هذا 9 الحين. ها الايقاع، اسمعها، اسمع. اسمع معي، تقدر تروح على اي ايقاع ويضبط نفسه بالسرعة. مثلا بروح على الدانس، هذا الدانس ديسكو، اسمع معي. بالطريقة هاي علمتك كيف تسجل المالتي باد اللي تباه، بس تضبط دخولك على الايقاع عدل، عقب يضبط معك كل السرعات على اي ايقاع بالسرعة بالكوردات. وشكراً.